بما أن الكثير يتساءل كيفاش نستغل هذه الأسبوعين اللي بقاو لي أحسن استغلال باش نتحصل على معدل رائع وننجح في الباكالوريا. خيرتكم يا جماعة، حاولت ندير لكم توقيت، بصح حاولوا تحترموا قدر المستطاع. نشوفوه مع بعض. إذا أول حاجة درت لكم نهار الثلاثاء من الوحدة للثلاثاء قيلولة راحة، بعدها تريح واحد شوية، عندك الخلود إلى النوم بعد العشرة ونص، يعني الـ11 تكون عندك في فراشك. هذه نصيحة لكم. بعدها قيلولة، بعدها عندك الرقاد، عندنا كذلك النوم، عندنا كذلك النوم، عندكم بقية الأيام اللي بقاونا هذوك 4 أيام ولا 5 أيام نحاول استغلال الوقت الرقاد باش ينقص به الضغط، هذاك اللي يسموه انتوما ستريس. عندنا هذا الرقاد قابل للتغيير حسب ظروف كل طالب، يعني كل واحد يقدر يبدل فيه، لكن احنا نحاول ان درنا لكم توقيت باش، يعني لان هذا التوقيت يخليك تحكم الرقاد، ما تخليش ليبر، يعني دائما عاس روحو، دائما ما يديرش ذنوب، لان هذا هو الرقاد للنجاح. عده ابواب واول بابه هو الرقاد. بارطاجوه مع جماعه بالك يفيدهم اكيد ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح باحسن المعدلات. المهم هذه الايام يسميها الشيخ نور الدين الرقاد في البيت، حاولوا تنقصوا الرقاد باه تعرفوا واش تراك دير. هذا هو النصيحه تاعنا في الاخر. ولادي وبناتي نقول لكم الشيخ نور الدين ما يسمحش بالرقاد الى اخر دقيقه. ادعوا لي ربي برك يشافيني النهار، في عين تاعي يتحرك بزاف، يرحمنا ويرحمكم ويرحم الوالدة تاعنا والوالدة تاع جميع المسلمين. ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم والرحمة الطاهرة. نحب الرقاد والمتع الرقاد اللي تبعتوا الرقاد كملتوه وراك الحين تبداو حب الرقاد. سلام.